سيرة حياة القديس روكوز. ولد هالقديس بأواخر القرن الثالث عشر بمدينة مونبولييه بفرنسا من أبوين شريفين وتقيين، وعند ولادته ظهر على صدره صليب أحمر، وكان هالصليب رمز لجهاده بالحياة حتى الدم. كان متفاني هالشاب بوجه خاص بمحبة القريب، ولما توفى والده وهو ابن 20 سنة وزع أمواله كلها على الفقراء، وترك لعمه كل شي بيملكه من أراضي واسعة وقرى، ثم تنكر بزي الفقراء والمساكين وهجر وطنه وقصد مدينة روما العظمى. ولما دخل على إيطاليا شاف مرض الطاعون عم يفتك بأهله وبمدنه، فراح يهتم بدفن الموتى ويخدم المرضى ويشفيهم بإشارة الصليب. وبدوره أصيب هالشاب المرض ولازمه وجع كتير مؤلم بجنبه. لهالسبب خرج من المدينة وراح على الغابة، وهنيك قعد لوحده وعانى أمر الأوجاع. ولما من عليه الله بالشفاء أوحى له بالرجوع على وطنه، بس كانت الحروب الأهلية عم بتمزق هالبلاد يلي كان عمه والي عليها. ولما وصل روكوز كان متنكر، ففكروا جاسوس، قبضوا عليه وأخدوه لعند عمه الوالي وكيل أملاكه، فما عرفوا. أمر أنه يحطه بحبس مظلم، فصبر روكوز على بلواه ومارس الصوم والصلاة وأعمال الإماتة مدة 5 سنين. ولما شعر بدنو أجله استدعى كاهن زوده الأسرار المقدسة، وعندها فاضت روحه البارة وأشرق نور ساطع بالسجن، ووجدوا أمام جسمانه الطاهر لوح مكتوب عليه: من أصيب بالطاعون والتجأ إلى عبد روكوز ينجو بشفاعته. وكانت وفاته سنة 1327. وصل خبر النور للوالي، فأسرعت جدته هي وعمه تيتحققوا من حفيدة يلي عرفوه من الصليب الأحمر يلي كان مطبوع على صدره، فذرفوا الدموع تكفيراً عن ذنبهم يلي قاموا فيه. ولهالسبب قام عمه وبنى كنيسة على اسمه تخليداً لذكرى. صلاته معنا.